الرمال مثله مثل جسر والديب، كونه حامل لنفس حركة المرور الثقيلة في الاتجاهين ما بين يعني طريق السيار في منطقة ود العثمانية وميناء جنجن. جسر وادي الرمال من المنشآت الفنية بولاية ميلا، والتي تزامن تشييدها مع دخول سد بني هارون الخدمة، وهو مسار استراتيجي باتجاه عاصمة الولاية، مما يجعل الضغط عليه كبيرا. برومو في النهار في الطريق، لانه الى لين هذه تمشي بزاف، اغلبيه كاين صحاب التياوات، كاين صحاب الكلينكر، كاين صحاب الحبوب. في النهار برك عندنا شويه كون برومو، الطريق شويه معدبه ومتعوبه. النهار كان هنا رانا نعيشوا في الضغوطات كبيره، نعانيوا من البلاصه هذه، الكرام هذه البلاصه تدي منا الكسمطينه تجيب الجيجل تدخل، المهم سيركيلاسيو كحلا، نعيشوا ضغوطات كبيره هنايا. شوفوا ماذا بينا نلقاو لنا الحل تاعها. 80 حافلة و60 مركبة نقل جماعي تجري كل واحدة منها على الأقل دورتين في اليوم، يجعلها تشكل أعباء على الجسر الذي يتعرض لجهد بحركة وحمولة زائدة في معظم الأوقات. ارتأينا في دراسة معينة انشتها خدمة تكفلت بها شركة الدراسات التقنية لولاية سطيف بعد زيارة وزارية للمفترق الطرق هذا سنة 2018، أرتأينا أن ندرس الإشكال هذا وخلق مشروع يتم يتكفل بتفرقة حركة المرور. النظرة الاستشرافية صوب المنشأة من شأنها تثمين المكتسب وبلورة حمايته لضمان حياة أطول باستغلاله.